يا استاذ عبد. ربنا يخليك، اتفضل يا استاذ عبد. الف مبروك يا ست عجواد، ربنا يرضى عليك يا حاج رسول الله. ميرسي جدا، ربنا يخليك. ريم على فكره دلوقتي ماما معاها ابراهيم. ابراهيم حضرتك شكلك بقالك فتره مش بتكلمنا. طب انا دلوقتي بقالي في المانيا 12 سنه وحاول طبعا اسال يعني على الموضوع الاجازات، يعني عندي طبعا ولد وبنت في مصر احمد وفاطمه. ربنا يخليهم. عايز تسال عليهم بخصوص ايه؟ يعني عاوز طبعا انزل اجد معهم الاجازات ازاي؟ نروح كده حته بالظبط في مصر مش عارف يعني طبعا الاماكن دي. طبعا انا جزرت معهم السنه دي، كنت عاوز انزل لهم السنه دي، فطبعا ايه ما حصلش نتيجه، ان شاء الله انزل لهم السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حاضر، هنجاوب على سؤالك يا استاذ عبده، ازاي ممكن تقضي الاجازه بشكل جميل وفي ناس تبقى فيها بمفهوم الاتيكيت. بمفهوم الاتيكيت. معانا كمان استاذ احمد، هناخد اتصال استاذ احمد وبعدين نرد على الله. الو، اهلا بيك يا استاذ احمد، ارجوك علي صوتك شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا احمد، طالب في كليه شرطه 22 سنه. اهلا بيك. انا الاول برحب بيكم كلكم وبرحب بالدكتوره. اهلا بيك يا احمد. وعايز اسال الدكتوره حاجه لو سمحت، بس انا اجازتي بتبقى الاجازه كلها الاسبوع كله في الكليه، وبنزل بس يا دوب نص الخميس وبروح على طول عصر الجمعه. فانا صراحه يعني بيبقى الوقت دوت وقت صغير مضغوط طبعا، ما بين ان انا مش عارف انام، مش عارف اقضي وقت مع اصحابي، مش عارف ممكن لو اكل حاجه، مش عارف، بيبقى وقت مضغوط جدا. وانا ساعات اليوم ده بتعب فيه نفسيا وبنضغط عشان راجع تاني، مش عارف اعمل ايه يعني فيه. طيب احمد هنرد عليك دكتوره لو سمحت. حاضر يا احمد. حضرتك بس يا استاذ احمد. نرد الاول على استاذ عبده. استاذ عبده، ايوه استاذ عبده. الاستاذ عبده بيقول ان هو في المانيا وبقاله 14 سنه. هو الحقيقه دكتوره احنا لسه بنتكلم على مفهوم ان هو الاجازه اجازه. مش مفهوم ان اجازه او رد فعل للعمل. وبرده هنا لو انا عايز اتفسح، ما هي دي خطه. فممكن تيجي مجيته مصر، يكتشف ان الاسبوعين اللي هيجي فيهم لم ينجز فيه. يبقى في الحاله دي محتاجه خطه، يعني ده محتاج ان ممكن تنجزي في اجازتك كمان. انجز في اجازتي. فيعمل ورقه قبل ما يجي الاول. طيب مين الاول الافراد العائله اللي لازم يشوفهم؟ ان كان والدته، ان كان قرايب مراته، ان كان ولاده متجوزين، اهل مراتاتهم وجوازهم نسايبهم. دي نمره واحد. اكيد عنده اوراق حكوميه لازم يخلصها، ان كان تجديد باسبور، ان كان رخصه، ان كان عقد بيت، ان كان ده جزء كويس. عايز ان هو كمان يطلع بره القاهره، فلازم يخش مثلا على الانترنت يشوف ايه اللي موجود، ويسمع يعمل زي سيرفي ولاده يقولوا له ايه اللي موجود. لازم يحط من ضمن الخطه معاه فلوس قد ايه، هيعمل ده كله بكام. كويس. كمان مش معقول الاجازه كلها انا جاي اشوف اولادي، فاولادي افرض هم عندهم دراسه او عندهم شغل او ليهم ارتباطات اجتماعيه، فمعنى كده انه ممكن يدوني جزء من حياتهم او جزء من ال 15 يوم، وده ما يزعلوش. بالظبط كده، ما يلومهمش ان انا النهارده جاي لكم اجازه. فاين، انت جيت وقت ما انت فضيت، مش وقت ما احنا فضينا. فلازم يحط برضه ده في الاعتبار. ما ينزلش يعني، لازم نحط ده في الاعتبار ان انا اخد له اجازه بقى. بس يا اخد له اجازه واشاركه، يا اما بس ممكن يكون صعب برضه ان هو ياخد له اجازه. ممكن كمان يكون هو جده وولاده عندهم احفاده وعندهم مدارس، فصعب ان هم ياخدوا اجازه من المدرسه. فلازم اراعي الاخرين حتى يصير هذه ال 15 يوم دول اخرهم ايجاز حلو. انجزت انجزت اوراقي، انجزت شفت كل افراد عيلتي صله الرحم وصله العصب، ما ضغطتش على اولادي وعملت عمليه اغتصاب لوقتهم، ولا احفادي لو عنده احفاد، ما صرفش فلوس كتير على في الاخر ما اتفسحتش. نام وارتاح واكل وشرب ونام وعمل كل حاجه. لازم يحط بلان ايه اللي وراه، ايه الاولويات، علشان ال 15 يوم يبقى نتيجتهم الايجاز بتاعهم يحس بالانجاز. ان انا رحت اماكن كذا وكذا وكذا، خلصت وشفت أنجاز. الناس اللي ما بتواصلش معاكي بتقول ان في فاصل او هو فعلا في فاصل حقيقي. بس احنا لازم نرد على احمد كمان الاول. هنرد على معانا اتصال من استاذ احمد. احمد كان معانا اتصال من مين؟ استاذ مدحت، انا اسفه. استاذ احمد كان احمد او بيقول احمد انه طالب في كليه الشرطه وبيجي يوم الخميس اخر النهار وبيروح عصر الجمعه.
وبيقول لك لا بلحق انام ولا اشوف اصحابي ولا اكل ولا اعمل حاجه. برضو محتاجه خطه هنا هو. يبقى معنى كده لازم قبل اليوم دول ان انا افكر الاسبوع كله عملت فيه ايه. الموضوع منش ان انا بحضر محاضرات او عندي تدريبات عمليه او ان انا بذاكر، في جزء جوه اقدر اخد اجازه خلال الاسبوع مع اصحابي اللي في الكليه. فده جزء ان انا برفه معاهم، بننزل نجري في التراك سوا، او يعني مش كله مذاكره مش كله حضور. فازاي يقدر يخلي من الاسبوع كله داخل الكليه يخصص ان شاء الله نص ساعه كل يوم فيها تجمع اجتماعي، فيها رياضه، فيها انه هيركز في حاجه بعينها، حاجه بيحبها، اللي هي يقدر يحط بعد كده ما هو بره الكليه. بره الكليه اهله في البيت، ان كان ليه خطيبه او صديقه، ان كان ليه اصحاب في النادي، ان كان في رياضه ليه مشتريات، برضه يحط خطه. بس خطه ليوم واحد ممكن لا لا احنا مش بنحط خطه ل 45 دقيقه هنطلع نقول ايه. هنا هو الاسئله بنحطها بنتكلم، هي خطه. يا اما لو سبناها من غير خطه مش هنقدر نغطي الموضوع. صح كده. فالخطه ممكن تبقى 3 دقائق مكالمه تليفون، محتاجه خطه. لكن الناس هي الفكره بتبقى متصوره ان الدنيا ماشيه وخلاص. لكن ايه هعمله، ايه فين امتى ازاي الساعه كام، محتاجه واقفه بس. هصحى الصبح الجمعه الساعه كام، هوصل الخميس الساعه كام، مش هتعاقب في الكليه واعمل غلط علشان ما يطلعش الخميس انا حتى دول ما يطلهوش. فهي محتاجه البلان بري الاول، سيناريو من الاول، هعيش ازاي 7 ايام ودوبليكن زيهم الاسبوع اللي بعده، وتغيير بعض تغييرات طفيفه الاسبوع اللي بعده بعد ما اجيد التطبيق والاقي ايجاز لما فعلت. يعني ما يروحش ينام بحيث ان اليومين خلاص ولا ياكل بس يوم بقى. مظبوط، لازم يبقى مخطط ومن اول اسبوع من ايام ويقدر كمان يغسل غسيله، يعني مش لازم ماما اللي تغسله. يعني اول قبل ما يخش الحمام يحط هدومه في الغساله، يقدر يلبس ياخد حمام. ما اعتقدش اي راجل شرقي بيعمل الحركه. ما هو هي الفكره، تعالي بقى لا. في الاتيكيت نتخلى ونشوف مفاهيم دي من الاتيكيت ان الراجل ممكن يروح يغسل لبسه انسان. ما ده صعب، حرفه انسانيه. واحنا لازم نقدر ظروفه اسبوع يعني برضه قاعد بيذاكر وتعب وبتاع. معانا دكتوره ايه بقى؟ الفاصل وبعدين مدحت. برافو عليك. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، بذكركم بميعاد برنامجنا السبت الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره وكام 6 وربع تقريبا، 6 وربع و3 وربع بتوقيت جرينتش، و10 صباحا بتوقيت واشنطن. استاذ او دكتور مدحت معانا. الو الو دكتور مدحت، اهلا بحضرتك. ايوه يا فندم، اهلا بيك يا دكتور مدحت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك. دكتوره غاده اتفضل. انا سعيد جدا بان يعني اتداخل مع سيادتك في النقطه اللي حضرتك قلتيها بخصوص ان من جار على شبابه جارت عليه شيخه. بالظبط. ولكن زي ما انت حضرتك عارفه والحياه النهارده والايقاع بتاع الحياه، الايقاع بقى صعب جدا. ايوه. فالجماعه اللي هم المسنين نقدر نقول او تجاوزوا الاربعينيات او الخمسينيات من عمرهم بيعانوا يعني معاناه شاقه في مجابات اعباء الحياه ومطالبها ومصاريفها، فبالتالي ان هم بيضطروا يشتغلوا. فكيف نوائم بين هذا وذاك؟ امران احلاهما مر. ولا راي حضرتك حاجه ثانيه؟ لا لا، النهارده اصبحت النهارده الحقيقه هي اللي بتفرض الايقاع الصعب على المسنين. ايوه. وشكرا. اهلا اسمع بقى حضرتك، يعني المشكله دلوقتي مش مشكله يعني سلوكيه، واحد يراعي صحته ويراعي راحته، ما طبعا زي ما العمل ما هو ضروري، كما ان الراحه برضه مطلوبه وضروريه للجسم. ايوه. هنا بقى ده ظروف الحياه هي
اللي اتصل النهارده الايقاع السريع. دكتور مدحت كلامك مظبوط جدا، والدكتوره هترد على حضرتك. الحقيقه احنا يمكن من دي واي من اول يوم ابتدينا في اتيكات، واحنا بنقول ازاي الواحد يتعامل مع نفسه اولا، وازاي يريح نفسه عشان يقدر يتعامل مع الاخرين وفي نفس الوقت يدي. بالظبط كده. طيب هنا هو انا قلت فعلا من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته، وكمان قلت ان ممكن الواحد يصاب بالشيخوخه وهو عنده 20 سنه. الشيخوخه ما هياش سن ولا ارقام على ورق. 40 ده الواحد يبتدي من ال 40 ولا ال 45 يعني. ولا ال 50 ولا ال 45 يبتدي مسنين 70 سنه يعني. هو ده دلوقتي فعلا المسنين 70. مامي لو سمعتي دلوقتي هتبقى مشكله، لانها يا جماعه اكتر واحده شابه. صح حقيقي الموضوع مش بسيط. يعني انا عايزه اقول لك مامي دلوقتي بتتفرج عليا في شغلها 73 سنه ما شاء الله، فبتنزل الشغل لسه. علشان كده زي ما دكتور مدحت بيقول اعباء الحياه بتخليني انا وانتي ومامي في ال 73 من عمرها وكلنا بننزل الشغل، ليس معناه ان انا اهين ادميتي او اهدر صحتي. برضو اقدر اعمل واقدر انجز واتعرض لضغوط زي الناس كلها، لكن ابص الاقي المساواه في الظلم عدل. بمعنى ما تصورش ان اشاره المرور زحمه عليا انا بس، ده اللي بيضيق بقى، ده اللي بيعجزني. حضرتك مره قلت لنا حاجه جميله قوي، نستمتع بشات المرور. عمرك شفتي يا داليا؟ لا انا ما سمعتش. نستمتع بشات المرور يعني. يا ريت تقوليها يعني ازاي. طيب احنا هنضربيها مثل لحاجات كتير. اجازه اشاره المرور اجازه يعني، وانا واقفه في اشاره المرور وقافله علينا كلنا، ده الوقت الوحيد لو فاتوره الكهرباء جات لي مش هعرف ادفعها. لو واحد حتى مات لا هعرف اروح ادفنه ولا هعرف اعزي فيه دلوقتي. صح. فدي فترة اجازة بالعكس استمتع بيها لغاية لما اوصل للمكان اللي لازم اعمل فيه. احنا على فكرة عايزين نعمل البرنامج ده اللي عندهم ضغط. اللي عندهم ضغط يا جماعة سواء عالي بجد يعني يبقى حلو جدا، ممكن يخففهم. اقول لهم بابا ارجوك يا بابا اتفرج على البرنامج ده. يعني ازاي نحول الموضوع من انه ضغط نفسي وعصبي لان انا استمتع بقدر الامكان بيه او اشوف فيه الحتت الايجابيه. عشان اجازه وما ادفعش الضريبه شيخوخه مبكره. عشان نرجع لنقطه نيس على ده مش اشاره المرور. لا مش اشاره المرور، يعني النهارده الام مع اولادها. ايوه لسه كنت هنتكلم في الامومه بقى. طول النهار تصرخ اطفي التكييف، اطفي الميه، اطفي النور، اطفي البتاع. مره اثنين ثلاثه عشره خلاص نمره 11 ما بيسمعوش الكلام، انا هخش اطفي بنفسي. ليه؟ لان اكتشف ان فاتوره الكهرباء اللي انا هدفعها ارخص بكتير من فاتوره غرفه الانعاش اللي انا هخشها. مظبوط صح. وهيتعلم امتى؟ يوم ما هو يبقى في بيته ويدفع هو فاتوره الكهرباء والتليفون، هو حر بقى. كويس. يبقى انا قلت ووجهت مره واثنين وثلاثه، ولكن في الاخر هعمل ايه؟ يعني نسيبه بعد كده بقى يعمل اللي هو عايزه، لان حاجات مش اخلاقيه ومش دينيه مش مصيريه. فلازم هنا خلاص يعني انا بعوده عادات سليمه. لكن ادام بعيد عن الدين وبعيد عن الحرام، يعني اللي انا بقوله له ما هواش ريليفنت للحرام، خلاص هو بيتدرب عليه بالوقت. بس ده يا دكتوره ممكن يخليه ان هو يبقى يطلع مهمل، يعني لو قعدت اقول له اقفل اقفل وبعدين زهقت وخليته بقى يفتح وراه مثلا مروحه اوضته تكييف اوضته، هيخجل بعد كده. لان العلم بالتلقي وليس بالتعلم. في الاخر هيلاقيني انا بتحرك بعمل، هيقوم او هيبقى. والله يا دكتوره انا هضرب مثل بجوزي الحقيقه، لان انا جوزي كانت حبيبتي قالت لي هيجننك في الموضوع ده، وبالذات موضوع النور. انه يخرج الاوضه يسيب النور. حقيقي اول فاتوره كهرباء بقى ممتاز، بقى يطفي ورايا انا بولع اباجورات ده عشان بس اشوف السكه وانا معديه الاقيه مطفي كله. بالظبط. فحقيقي وانس هو مسؤول عن الفاتوره دي هيتظبط. صح. يعني وانس صار مسؤول. بس احنا بنتكلم على الاولاد. تعالي ادرب الاولاد وانس هم كبروا في مرحله ان هم يعني نقول في نص المراهقه على سن 14 16 واي نوت ان انا اجرب يشاركوني الميزانيه. فمش هقول لهم حطوا الميزانيه، اتليست خدوا الفاتوره روح ادفعها. ايوه. فهيشوف بعينه المبلغ ده بيدفع. يجي يقول لي عايز تي شيرت، عايز بنطلون، هقول ما فيش انت شفت كهرباء. طب دي انا بعملها بس مش بيدفع يعني بوريها له. كمان حاجه ثانيه على الغسيل تقريبا. مره قلت لنا على موضوع الغسيل ده انه بيرمي حاجاته فهنا هو له حاجاته. مره اسيبها وما اغسلهاش. يجي مامي ما فيش. في الغسيل هو فيه بس في الغسيل. ايوه. فدايما بنقول الثواب والعقاب والجزاء من نفس نوع العمل. تمام. يبقى في الحاله دي دي اجازه
للامومه. وتاني لدكتور مدحت احنا مضغوطين، لكن قد ايه ما اخدش الحاجات بيرسونال. اشاره المرور مش قافله عليا، ابني ابص هلاقي كل اولاد الناس، امال يعني ايه هو ابن وانا بربي؟ يعني ايه بنقول عيال؟ لانهم انا لسه ما زلت في مرحله الاعاله، ان انا بعولهم. أوكي. كويس ان انا بعول، يبقى لازم هتبصي تلاقي ولادك زي ولادي زي ولادك مهما اختلفت الاعمار. فما خدهاش شخصيه اتقهر واخش الانعاش واصدع ويتسد قلبي ويجي لي مش عارفه ايه في المخ، مش مضطر. فهو ده اللي بيعجز بدري، فبتبقى ايجاز ان انا بحمل زياده عن اللزوم حاجه ما تستاهلش، بحمل نفسي اكتر من طاقتي. زي يوم المعلقه والقهوه. فعلا ما شاء الله عليكي، عايزين نقعد معاكي خارج الحلقات. انا بالذات كلنا معانا استاذه او الحاجه حميده. الو حاجه حميده، اهلا بيكي حاجه حميده. قولي الو. السلام عليكم. معاكم السلام. اهلا بيكي حاجه حميده. اهلا بحضرتك. اهلا يا ريت تعلي صوتك شويه. ايوه اهلا بحضرتك، اتفضلي. اتفضلي. انا اكلم الدكتوره؟ اتفضلي. حضرتك دلوقتي انا عندي مشكله في ابني. ابني عنده 15 سنه. ايوه. ودخل ثالثه يعني. ثالثه اعدادي ولا ثانوي؟ فدلوقتي هو عنده مشكله، هو غاوي ان هو يذاكر وبيحب المذاكره وكل حاجه، بس لما بيجي يفتح كتاب بيبقى عايز ينام. او ممكن مثلا يتلكك عشان ما ازعلوش ولا حاجه، يقول لي عايز اكل. كده يعني. طب ازاي غاوي مذاكره وكده؟ مش عارفه. بيقول لي هم عشان متعقد ليه؟ متعقد من المذاكره او من المدرسه نفسها. متعقد منها. احنا طبعا عندنا برنامج اسمه اطفالنا عشان ما يزعلوش مننا، لكن هنرد عليكي في النقطه اولادنا. انا اسفه، لكن هنرد على حضرتك حاجه حميده في النقطه دي من خلال الاتيكيت برضه، من خلال موضوعنا. حاضر. نعم. مش عنده الكسل ده او كده يعني. حاضر. هناخد اتصال كمان. هو عنده. اوكي. الو اتفضلي. اتصال من امريكا. الو اتفضل. هاله اتفضلي. اتفضلي يا هاله، معاكي الدكتوره غاده سريعا. اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا بيكي. اهلا بيكي. الحقيقه انا عايزه اقول لكم انه ما شاء الله عليكم، الحقيقه البرنامج بتاعكم من اروع ما شفت وما سمعت. الله انت جميله. سيبك عيونك اجمل. لانه الدكتوره غاده ربنا يخليكي لشبابنا ولاولادنا ولاجيالنا ولكل الثقافة لمصر ولأولاد مصر ولأولاد العالم العربي. يا نهار أبيض. ليه؟ لأنه إحنا محتاجين متشوقين حاسين بالعطش للكلام الجميل اللي أنا بسمعه في هذا البرنامج. الشباب محتاجين لكلام الام اللي بتوجه، مش بس بتوجه كلام اي كلام، لا انت كل كلمة بتقوليها بترجعي للدين وتقولي كلمات من الدين، وده شيء عظيم. بترجعي الولاد اولادنا لجذورنا للمثل للعلو للسمو للرفعة. ربنا يخليك يا رب، وربنا يخليكوا يا ولاد اللي قاعدين معاها. حقيقي ميرسي يا مدام هاله كتير. سعيده بهذا البرنامج. وواضح انك انت مصر كمان وحشاك، لان انا عارفه الناس مش بس في هذا البرنامج، يوم مش بس على التلفزيون، في المدارس وفي الجامعات وفي كل مكان. ربنا يخليك يا استاذه هاله. ربنا يخليك يا مدام هاله، وبنشكرك على المكالمه الجميله دي، رفعت لنا معنوياتنا. وطبعا دكتوره غاده حاجه تستاهلي كل كلمه. والله اشعر. فاحنا قدامنا الحقيقه دقيقه. عايزين نرد على المكالمه حاجه حميده. بصي الحاجه حميده ببساطه، هو بعيد عن الاجازه، هي بتسال على ابنها. هو ابنها واضح ان هي ضغط عليه ضغط فظيع جدا، انه بيمثل وبيدعي انه عايز يذاكر ومحب. ده اللي انا بقوله، عنده شيزوفرينيا شويه، عايز ينام وبيحب يذاكر. يعني هو بيمثل وبيدعي،
وبالتالي بيحنن قلبها بيقول مش عارف عايزه اكل ايه ومش عارف عايزه انام ليه ومش عارف انا عايزه استحمى دلوقتي انا عايزه اكل دلوقتي كلنا كنا بنتنطط وكان بيحبك الاكل والحمام والنوم والصداع وكل يعني حاجه ده وضع عادي مش مقلقش وهي ضغط عليها يعني الحاجه فاطمه هنا او الحاجه حميده هي ضغط على ابنها انه بيمثل ده تمثيل ده طب تعمل ايه بقى لا هو اللي لازم يعمل طب هل اكيد هي ليها دور عشان برضو ما تضغطش عليه كده هنا هو يعرف في الاخر المذاكره اللي هو بيذاكرها في الاخر هياخد اجازه أيوة. اجازه يعني ايه ايجاز ببساطه لاعمال وذاكر هيفلح قدر ما اذاكر وقدر ما اعلم نفسي واصرف على راسي قدر ما هتقاضى من مال طب ده يفهم ازاي يا دكتوره يعني الام توصله ازاي ده اللي انا بقوله تكلمه ببساطه ما تقولوش ذاكر عايز يذاكر ذاكر مش عايز يذاكر هيخش معهد بدل كليه ده اللي انا بقوله ثانويه عامه هيعيد اعداديه وتسيبه فرصه فشل مره واحده لو سقط مره واحده هيعرف قيمه النجاح ولما اسقط سنه من عمري السنه دي في عمر البشريه نقطه في بحر ما يجراش حاجه لما اسيب ابني مره على هواه يجرب يدفع ثمن هذا العمل أوه. هذا التكاسل او هذا النوم والادعاءات ينفعش يبقى الايجاز نوع من العقاب مني لا خلاص يعني هو النهارده يعني الاعداديه يعني 14 سنه يعني بيبتدي يجهز يبقى ناضج فيوسلس ان انا اتكلم معاه سيبه ياخد ايجاز لمذاكرة او عدم مذاكرة نتيجة عمله هو ومش هيجرى حاجة لما يفشل مرة انا الدكتورة غادة سقطت في الجامعة مرة معقولة في تانية جامعة ومامي ما قالتليش سابتني فسقطت عرفت قيمة النجاح حرمتي احترمت نفسي ببساطة يعني طبعا هنرد على مدام هالة لكن هالة مش قادرة اقول لها حاجة غير ميرسي 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 وانا حاسه فعلا بالمسؤوليه تجاه كل ابن من ولادنا وكل انسان بشكل عام ايا كانت جنسيته ايا كانت ديانته اللي بقدر اعمله بعمله وما عملتش لوحدي بيكم وبالتلفزيون العربي وبوزير الاعلام وبرئيس لا يقول كل بلاش الكلام الحلو ده بقول لها يعني ليه بس الاذيه دي يا لميا صدقيني يعني هو فريق عمل فريق لا كامل لا دكتوره احنا يعني انا ربنا بعتك لينا مش يعني هو ربنا بعتك لينا فعلا والله دي بامانه يا ريم احنا نفسنا بتغيرينا يعني احنا نفسنا كمذيعين احنا بنتغير عايزه اقول لك لو ما كانش الاعلام في حياتي كان مجرد شهاداتي حبر على ورقه فامتي بيكم بعد ربنا سبحانه وتعالى وامتي بالناس اللي زي هاله واللي غير هاله وامتي بكل متدرب انا بدربه دكتوره حاولي كمان تسعك موضوع يبقى في المدرسه او يبقى في الدرس انا اللي انا هقدر اعمله ان اول كتاب هينزل بعد العيد الصغير ان شاء الله كلنا هنجيبه وده ممكن يبقى في المدرسه كمان طبعا الوقت خلص بسرعه جدا واحنا لسه لازم بسرعه الناس تحب علشان ده ايجاز ايوه يعني ايجاز لاي علاقه انسانيه علشان تبقى الإيجاز أو الأجازة أو النتيجة إيجابية لازم يكون داخلها الحب التسامح العطاء المودة الرحمة الحب عموما وقتنا انتهى لكن إن شاء الله نلقاكم على خير الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس ميعاد 6 وربع بتوقيت القاهرة وإتيكيت ودكتورة غادة جمعة مرسي ليكوا يا أولاد مرسي